احنا اتكلمنا ان في حكم اسباني، هل الحكم الاجنبي عموما مش هيبقى عليه ضغوطات زي مثلا ما يبقى معانا حكم مصري؟ لا خالص، ده الميزه الوحيده في الحكم الاجنبي انه ما عندوش ضغوطات. ده راجل جاي ياخد شويه الدولارات في جيبه ويتفرج على الهرم ويدير المباراه ويمشي، هو مش فارق معاه بقى الابيض، ما يعرفش يمكن الابيض مين والاحمر مين. فاهماني؟ وهو ده النقطه اللي انا دايما بتكلم معاه، احنا محتاجين حكامنا يتم تثقيفهم كويس قوي وتاهيلهم كويس قوي وعينيهم تبقى مليانه، ما يبقاش محتاج ماديات اثناء الموسم، يبقى عنده سالري كويس، فبالتالي مش مستني حد يكسب وحد يخسر. زي ما قلت لك عندنا الكبار لما بيخسروا الحكام بتقعد في البيت، ودي مشكله كبيره، فيجي يرجع بعد فتره توقف ايقاف كبيره يبقى نازل يقول يا رب مثلا النادي الفلاني يكسب، اللي هو قعده في البيت، يا رب يكسب لانه بيقعدني في بيتي. لا لا، الكره لازم تتحرر من ده، لازم اهل حكم عندي، السبونسر بتاعي بوفر مبالغ كويسه للحكام، ويبقى عندي اللي هو عند الحكم الاجنبي عمل الوان، ما يبقاش عندي احمر وابيض واصفر واسود، انا نازل شايف 22 لعيب ما اعرفهمش من بعض، عندي قانون بطبقه، عندي صفاره، عندي كروت بطبق ده في ارض الملعب. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه من الحكام المصريين. دي حقيقه.